في سمعت انه في ورشه تدريبيه بدك تقدميها. نعم بدنا نحكي عنها اكثر، بس خلينا نشوف هيك فيديو صغير عن هاي الدوره وبعدين نرجع نكمل حديثنا مع رندا. من اكثر الاشياء اللي بتسعدني اني اشوف شبابنا قادرين يوقفوا بمهنيه وثقه ويحكوا بطلاقه امام اي جمهور. لهذا السبب رح أقدم ورشة تدريبية لتطوير التقديم المؤثر، فإذا كنت حابب تنجح بعملك، تتطور فيه وتقنع الآخرين بأفكارك، شاركنا يوم الأحد 1/3/2020 الساعة 4 عصراً بـ V Business Center بمجمع الحسين للأعمال. بستناكم، تعرفوا ليش؟ لأن التقديم المؤثر هو مفتاح النجاح. إذن بستناكم، تعرفوا ليش؟ لأنه التقديم المؤثر هو مفتاح النجاح. ليش التقديم المؤثر مفتاح النجاح؟ بتشوفي كتير مهم، أنت دائماً عندنا أفكار مظبوط ومنتعب كتير عليها. هلأ إذا أنا ما عندي قدرة أقدم فكرتي بطريقة مقنعة، يعني بيجي حدا عنده ربع إيش بتسوى فكرتي أو ربع الجهد اللي أنا حطيته، بس عنده طريقة في الإقناع أقوى، بتلاقيه بيفوز أو هو بيكسبها. وهيك الدنيا، يعني دايماً هلأ صار الإنسان الأفكار هي عملة القرن 21، فدايماً عندنا أفكار. وفكري أنت قد إيه بيجي عندك مثلاً أفكار معينة، بتقرأي كتاب بيجي عندك أفكار، بتشتغلي على أشياء كتيرة، خصوصاً الناس الموظفين مثلاً بيشتغلوا على تقارير بقعد أشهر يشتغل عليها، لما يجي وقت يعمل برزنتيشن قدام مدراءه أو العملاء اللي بتعامل معاهم، بتلاقي مثلاً إذا تعركس خلص بيروح كل الجهد اللي حطه في هذا التحضير. فدايماً دايماً نحن بحاجة إنه يكون عندنا قدرتنا على التحدث بنفس مستوى جهدنا اللي بنحطه في المعلومات اللي بنشتغل عليها. ودائما كنت احس انا يعني شبابنا او احنا ان جنرال الشعب الاردني، حتى كثير المحلات اللي بيوصفوا مثلا الاردني، بتعرفي الكوادر الاردنيه مطلوبه وين ما كان، فبقول لك انه الموظف الاردني under promise، يعني بيكون دائما شاكك بقدراته او ما بوحي لك انه هو رح يبدع، ولما بيشتغل they over deliver بسموه، يعني بيعطيك اكثر من ما انت متوقع. نحن متفانيين في عملنا، صادقين بعملنا، بس مش دايماً عندنا القدرة نعبر عن حالنا بطريقة إيجابية تسوى التعب اللي حطنا. فبحس إنه دايماً عندي هيك زي رسالة لكل شبابنا وصبيانا الأذكياء الشاطرين، تتطور هاي المهارة عندهم ليقدروا يطلعوا بمستوى فكرهم، يحكوا بطريقة يعبروا عن حالهم. يعني إحنا بنحكي أكتر عن هي مساعدة لأي حدا في عنده أفكار يعمل إشي بيشبه البرزنتيشن يمكن بالزبط. بالشغل بالزبط. طيب سؤال، ما بتحسي إنه الموضوع شوي مرتبط برضو بالكاريزما؟ يعني إنه إذا في ناس عندهم كاريزما من الله، في ناس حتى لو عندهم very good skills والpresentation حلو وكذا وهيك، ممكن بتلاقي إنه يعني كلمة مؤثر، أنت بدك تطلعي مؤثرة على الجمهور أو اللي قاعد عم بيحضر عليك ومعلق الموضوع براسهم. صح. هون كيف؟ هاي إلها كلمات معينة عن جد. هلأ الكاريزما، في ناس بيقول لك بيخلقوا بكاريزما، بس هي عبارة عن سلوكيات معينة لو أنت بتطبقيها صح بصير عندك الكاريزما. فهي انه مثلا انت لما تبلشي تحكي، مثلا تخيلي انا بتبلش بقول لك اهلا وسهلا فيكم، اليوم مثلا انا رح احكي عن التقديم المؤثر، هاي شيء طريقه. والطريقه الثانيه اقول بتصير معك مرات انك بتكون محضر برزنتيشن تعبان عليها، وبعد ما تقدمها بتقول انا نسيت هيك، ليش تلبكت؟ كلنا بتصير معنا. اليوم رح نتعرف طرق واساليب للتفكير والتدريب وتقديم أي معلومة بدنا إياها بطريقة تقنع الآخرين. بالتالي هون أنت انشديتي أكثر ولا بالمرة الأولى؟ لا انشديت هون بالضبط. فهو الكلمات اللي بتبدي فيها والكلمات بتنهي فيها كتير مهمة، وأنا رح أعطيهم بكرة زي هيكل عظمي أنت بتحط فيه كل الأفكار اللي بدك إياها. فالبكرة الساعة 4 بالفي بزنس سنتر، بيقدروا يتواصلوا على الرقم اللي موجود بالإعلان أو يروحوا على صفحاتي على التواصل الاجتماعي رندا عازر، صفحتي رندا عازر أو إنستغرام رندا عازر جو، بتقدروا تلاقوا التفاصيل وتشتروا التذاكر. وأنا عاملتها زي رسالة مني لكل شبابنا حتى يقدروا ينجحوا بمقابلات العمل بالبرزنتيشنز اللي بيعملوهم بأعمالهم. وعندي دايركتر مانجرز يعني من مستويات مختلفة، لأن هاي المهارة بضلها دائما تتطور. وأكيد إني بشكر رؤية عائلتي الثانية لدعم رؤية وكونها الراعي الإعلامي لهاي الفعالية. طب رندا أنا متحمسة بكرة هيك، بلكي برضو ميلت عليكي عالي. بلكي لا، وأنا بصراحة كمان اللي هي فكرة عن جد فكرة دائما إنه أنت بتخجل يمكن أو بتتردد أو بالضبط ما بتعرف تعبر عن براسك بالكلام الصحيح، جد ممكن يخسرنا كتير كبير من إنه التعاطف مع الفكرة أو حتى إنه مثلا هاي الفكرة تنباع.
بشكل أو بآخر 100%. فهي لها أساليب ولها قوانين وقواعد وعلم، فكيف أنت تبدي، كيف تشكليها بطريقة معينة، الستركتشر تبعها غير طريقتك، الصوت، مخارج الحروف، لغة الجسد، التفكير المتسلسل، كلها رح ياخدوها. وكتيب بياخدوا كمان، بتقدروا تتدربوا على كل المعلومات من خلال الكتيب، وشهادات رح تكون من مؤسستي. إذن أي حدا بيحب أنه يشارك بالورشة أو حتى يسأل أي سؤال يتواصل مع رندا على صفحتها على فيسبوك أو على إنستغرام، صح؟ أيوة، أو بيقدروا يتصلوا على 077-866-8613، وأيضاً تذاكر موجودة على سجلني.com. أهلا وسهلا فيكم.